السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتم كاملين بخير وعلى خير ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم ميديا اكس. قبل ما نبداو كنشكركم ديما على التفاعل ديالكم الواحد كرا قربنا له ان شاء الله الرحمن الرحيم. دونك اللي اول مره كيتفرج فينا وكيتفرج في لا فيديو كيلتحق بميديا اكس فما كرهناش انه يتابونا في لاشين، يفعل الجرس ويدعمنا ويبارطاجي الفيديو مع صحابو. هادشي كامل غير عليكم باش تعم الفائده ونستافدو، وبالضبط نحاولوا نستافدو من المعلومه المهمه. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون مقسم دو بارتي. البارتي الاوليه غادي نهضروا فيها على الجدول الصحيح ديال التلقيح، او لا الطريقه الصحيحه كيفاش نعملوا لي فاكسان كليب ديالنا. ثاني حاجه غادي نجاوبكم على الاسئله ديالكم. دونك كنشكر الدراري اللي تفاعلوا معايا واللي صردوا لي الاسئله واللي صبروا معايا هذه المده هذه باش نجاوبوا على المسائل ديالكم. طبيعة الحال اي واحد طرح عليا شي سؤال، اذا كان سؤال سهل عادي فانني غنجاوبو سيغ بلاس لي كومونتير، الا كان سؤال كومبليكي وكيحتاج واحد الشرح فغادي نحاول نجمع عاود واحد الخمسة ولا ستة الاسئلة وغادي نجاوبكم عليها فيديو اللي ما جاي ان شاء الله. انستغرام ديالي هو، احتجتو شي حاجه خليوها لي في لي كومونتير. اي سؤال عندكم اي شي حاجه سوا صاردوها لي في واتساب، سمحوا لي سوا صاردوها لي في انستغرام سوا تخليو لي في لي كومونتير. وكيف اللي قلت لكم قال لك المهم شي حاجه كتقال نسيت واحد المثال، ما علينا. واتساب ديال القناه غادي يكون قريب ان شاء الله، خصني غير نقاد شي مسائل وغادي يكون واتساب ولي زابيل ديسپونيبل ليلكم والقناه ديالكم. دونك دابا ندوزو للفيديو ديالنا. فوالا، هادو دو كارني الفاكسان ديال جوج كليبات لي الاخرين اللي دوزت لي فالي كارني اخرين ضاعوا لي، حيت قبل هاد جوج الكلاب دوزت واحد المده تقريبا شي 3 سنين ما ربيت حتى شي كلب. دونك هنا كاين بلاك وكاين ساشا، لي دو سون دي روتوايلر، ولي دو مشاو عند دو ديفيرون فيترينير. يعني الفيترينير ديالهم ماشي نفس لي فيترينير، حيت الفيترينير ديال بلاك كان في طنجة، الفيترينير ديال ساشا كاين في تطوان. دونك كل فيترينير والطريقه اللي كيخدم بها واللي كيعمل بها لي فاكسان، كل واحد ولو مود دومبلوا ديالو، حيت بيان سور كل واحد كيعرف شنو المهم بالنسبه للكلاب. ولكن انا غادي نحاول نوري لكم الجدول الصحيح، يعني اللي غادي يكون مزيان بالنسبه للكليبات ديالكم واللي غادي تحاولوا تتبعوه، وغادي تحاولوا تطلبوا من الفيترينير ديالكم لاسئله. علاش؟ حيت بزاف ديال الدراري كيصاردوا لي في انستغرام مهدي الطبيب عمل لي هذا الفاكسان واش صلاح ولا ماشي صلاح. بون انا واش صلاح ولا ماشي صلاح ما نقدرش نحكم بيان سور، حيت ما كنتعلقش فين تفلق، حيت هذه ماشي قرايتي وماشي خدمتي داكوغ. مي الحمد لله كاين شويه التجربه، ولاحظت شكون هما الكليبات اللي كيكونوا بروتيجي بزاف، يعني محميين من الامراض. دونك غادي ندوزو نوري لكم الفرق بيناتهم. دونك فوالا خوتي، ما عرفتش واش كتبان لكم القضيه شي شويه داكوغ. ها هما اللي عامل بلاك داكوغ. دونك كاين البريمو دوغ عمله في 1/4/2019، وكاين سي بي اش وسي بي اش ال ولاغاج، يعني عملو من بعد 15 يوم بالضبط. هانتوما غادي تشوفوا وغادي تشوفوا لي دات ديالهم كاملين داكوغ. دونك بلاك كنت شريتو عنده شي شهرين ونص واقيلا، هكذا شي شهرين و10 ايام، وعملت له هاد التلقيح هذا بالضبط، يعني هاد لو سيستيم هذا. بلاك اللي تي بروتيجي ولكن ما كانش بيان بروتيجي داكوغ. باغ كونطخ ساشا ملي خديتها خديتها صراحه الله عامله بريمو دوك. دونك هذا هو ديال ساشا، هانتوما غادي تشوفوا. دونك في الصفحه الاوليه كاينه البي يعني البريمو دوك، والسي بي اش هي التحتانيه، والال هي الفوقانيه سي بي اش. دونك عملت هي 29/5 عملت بريمو دوغ، هادي لو 29 ديال ماي بريمو دوغ عملتها عند مولاها. دونك انا كيف شريتها جو بونس شي لو 20 ولا شي حاجه بحال هكداك. بون ساشا انا شريتها تقريبا عندها شي 45 ولا 46 يوم، بون شريتها من عند مولاها. دونك غير خديتها، دونك هو في لو 29 في 29 ماي 2020 عملها بريمو دوغ، انا في ال 27/6/2020 عملت لا سي بي اش والال، او لا سي بي اش ال اللي كتقال بحال هكذا.
داكوغ. دونك لحد الان هنايا الفرق بينه وبين البلاك هو الار يعني دلاغاج اوكي. ولكن من بعد 3 سيمانات بالضبط، يعني هذه معلومه مهمه، حول الفيترينير كيف يقول لك لا دات اللي ترجع فيها، حول فداك لو جوغ ميم يعني فداك النهار ترجع، لان الا تعطلتي بزاف لي فيترينير يقولوا لك خصك تعاود كلشي. داكوغ. دونك ها الفرق فين هو، لاحظتوا انتما كتشوفوا واقيلا تما 17/7/2020 حيت انا كتبان لي مقلوبه، عاودت سي بي اش ال والال ولاراج. دونك هنا كاين الفرق، بلاك سي بي اش ال عملها مره واحده، باغ كونطخ سي بي اش ال ساشا عملاتها دو فوا. داكوغ. دونك هنا الكلب كيكون ميو بروتيجي. دونك غروسو مودو اون جينيرال شنو هو الجدول الصحيح اولا بون اللي كيجيني لوجيك انا بالنسبه للكليبات، هو بريمودوغ سي بي اش ال والغابيل ديال سي بي اش ال عاد تعملوا معاه لاراج. ومعلومه الاخيره هو ان مور ما يدوز عام كاين الفيتيرين اللي غادي يقول لك عمل غير لاراج، حيت لاراج نورمالمون حيت هادشي فيه القانون فيه بزاف الحاجات في المغرب ضروري الكلب يكون عامل لاراج، اما اخرين كنزيدوهم غير حنايا داكوغ باش نحميو الكليب ديالنا. دونك كيف يدور عام على لو ديرني دات بحال اللي انا عندي تساشا ديال 17/7، دونك 17/7 العام اللي ماجي ما غنعمل لا شي غير لاراج، مي غنعاود لا سي بي اش ال ولاراج. هكذا كيبقى الكليب ديالكم محفوظ، حيت القضيه راه كنلعبوا في 200 درهم 180 220 هكذا، دونك ما فيها باس حبيبي الا خسرتي واحد 200 درهم على الكليب ديالك في العام ديال فاكسا وكيكون بروتيجي من الامراض. الا كان عندكم شي سؤال خليوه لي في لي كومونتير، دابا غادي ندوز باش نجاوب على الاسئله ديالكم. اخوتي شنو نقول لكم، واحد الحراره كاينه في الشمال راه العفو لله، سي فري كو كازا جبونس رباط مراكش بيغ اكادير فيهم الحراره اكثر من الشمال، ولكن هادشي اللي كنعيشو حنايا في الشمال حاليا راه ما متنسينش ليه. حنا في الشمال الا وصلت 30 راه كنقولو الموت، فتحيه الدراري اللي عدد درجه الحراره 40 فوق واقيلا راكم داخلين الجنه ديريكت. ندوزو للاسئله. دونك انا سجلتهم غير في واحد الورقه، مي دون طوليكا في المونتاج غادي نخلي لكم الاسئله تحت باش تشوفوها. دونك السؤال الاول هو ان غوتوايلر مال شحال خصو يكون في الوزن ديالو في لاج ديال 4 اشهر؟ دونك خصو يكون فيه اونتر 16 و 22 كيلو. دونك روتوايلر ذكر في 4 موا خصو يكون فيه 16 و 22. علاش هما كيعملوا هاد 16 لو مينيموم 22 لو ماكسيموم؟ حيت الا لاحظتوا راه كاين 6 الكيلو ديال الفرق، حيت بيان سور سي لي جين اللي كيتحكموا في هاد القضيه. انا بالنسبه لي ديما جو برون لو ميليو، يعني الا كان 16 22 دونك دو بريفيرونس يكون فيه واحد 19 20 كيلو، هذا بوغ ان مال مزيانه باش ما كيكونش الكلب ضعيف وما كيكونش ثقيل بزاف. دونك الا مشى لك في لا مويان غادي تكون بارفي. ندوزو لسؤال ثاني، هاد السؤال هذا جاني في انستغرام وجاني في يوتيوب، علاش ما قطعتش الديل ديال ساشا؟ علاش ما قطعتش ليها الزنيطه ديالها؟ بوغ دو ريزون اولا ثلاثه نبدا لكم بالثالث، هو هاد القضيه هادي هو الموضوع ديال الفيديو الجاي اوكي، باش نعطيكم بالديتاي تعرفوا شنو كاين. دونك لي دو ريزون ديالي، هو الاوليه سي كو انا ما كنبغيش دوفيس، كان عندي بلاك قبل منا وداكشي. شوف راه ما غادي نقول لكم شي بانني راه كان عندي دي بيتبول، كانت عندي ماغي مقطعه الودنين والزنيط ديالها، كان عندي لو بير ديال ماغي مقطع ودنو، كانوا بزاف عندي بون شي راه تي انا ديجا قطعت، مي فاش كيكبر شويه بنادم ويعقل ما عنديش علاش نقطع على انا الزنيطه، حيت الله سبحانه وتعالى خلقها هكذاك، ومادام تخلقت هكذاك الا وداك العضو عنده واحد الخدمه كيعملها في الجسم ديالها اللي غنعرفوها في الفيديو اللي ماشي. ثاني حاجه سي كو ساشا جايه من اون ليني دي شامبيون داكوغ، دونك والديها وجدودها سون دي روتوايلر دو بيغ راس، بالبيديغري ديالهم بكلشي ديالهم. دونك انا خصني نتسنى مني هنا حتى 18 شهر ان شاء الله باش نقدر نكونفيرميها، حيت الكلب في الاول كيكون عنده اي سيرتيفيكا د نيسونس ماشي البيديغري داكوغ. هادي راه حريره ولا دينا نهضروا على هذا الموضوع راه ما هي وما لا ولا. دونك جو اتوند 18 موا باش نقدر نكونفيرميها ان شاء الله، وكتكونفيرما سو دي كونديسيون ماشي غير اجي وكونفيرميها، في هذا ما يمكنليش نقطع على الدايل ديالها، اما لو ديتاي غادي نلقاوه في الفيديو الجاي ان شاء الله. سؤال ثالث، واحد الدريري قال لي هضرنا على لو دوغ ارجنتان او لو دوغو ارجنتينو. دونك لو دوغ ارجنتان هو واحد الشيان اللي عنده
لا طاي ديالو نوعا ما كبيره ولو بلوس امبورطون هو لاسبي ديالو ايكيليبري عنده واحد الشخصيه متوازنه بيان سور ال في بارتي من لي شيان مولوس يعني جونغ بيتبول ستاف امريكان البولي اكسيتيرا لي مولوس هادو كانت شهر بزاف من امبورطان فرنسا في 1970 يعني هو فاش كان في الارجنتين اللي هو الاصل ديالو ما كانش معروف بزاف حتى امبورطا حتى اون فيت جان فرنسا في 1970 ديك الساعات غادي تشهر بزاف في اوروبا اون جينيرال الشعر ديالو كور يعني الشعر ديالو قصيره الحجم ديالو كيتعتبر جيون يعني كبيبر لا طاي ديال لا فيميل كتوصل ما بين 60 و 65 سنتيمتر و لو مال كتوصل ما بين زايد عليها شي بركه شي 5 سنتيم تقريبا في لي كيلو كذلك ما بين 40 50 و الاخر واحد 5 كيلو دو بلوس حيت هما تبارك الله عندهم زعما اون طاي واعره انا صراحه الله لو دوك بين الكليبات اللي كيعجبوني وقريبا غادي يكون عندي ماشي دابا في هذا الوقت بالضبط ولكن هو كاين في لا ليست فهمتي دونك دابا جي بري ساشا دونك قريب غادي يكون عندي ان دوزيام شيان واللي غادي نخليه مفاجاه حتى ناخذ ان شاء الله لو ثوازيام سا سرا ان كاني كورسو لو كاتريام سا سرا دوك ارجنتان دونك عندي اون ليست ماشي شويه بشويه على حساب ليسباس على حساب البلاصه على حسب بزاف الحاجات ولكن حنا خدامين فيها ان شاء الله السؤال الرابع واش ضروري نعملو البيض الودن ديال لو بيرجي المون اللي مازال ما وقف ودنو يعني اللي عنده اقل من سيمو لا بوغ موا لا هادوك سي دي تكنيك كانوا كيداروا قدام بنادم باقي قديم بحال القضيه ديال الماكله خاصها طيب وكانوا كيبقاو يخاوروا على عباد الله انا بوغ موا ما كاين حتى شي حاجه من هادشي هذا ربي دو ولا 3 بيرجي المون دو كاتيجوري عاديه ماشي الكاسي وداكشي ديك لو بيرجي المون العادي ما عمري درت شي واحد شي لعبه في ودنو علاش حيت الله سبحانه وتعالى خلقو جينيتيكمون هكاك هو ودنو كيوقفوا بوحدو الا ما وقفوش ودنيه بوحدو عرف ديفو فيه لانك الا كان لو بيرجي المون ولا لو بيرجي بيرج مالينو ولا اي كلب كيوقف ودنيه وما وقفش ودنو كاين دو ديفو يا انت درتي شي مشكله يا ماشي بيوغاس ماشي سالا بيورتي يعني شتي لو بيرجي المون عادي ديك اللي كيعيطوا له الكاري ولا جو سي با كوا شي حاجه بحال هكذا كيجي عادي لو بيرجي المون العادي اللي فيه لا فورم القديمه اللي ما كاين لا كاس لا والو غير عادي هكذا بلا هذاك ماشي بيوغاس بيان سور ولكن الا خديتيه والديه ودنيهم واقفين راه هو غيكون ودنيه واقفين دونك ما فيهاش النقاش اما كاين المشكل فيك انت اما كاين شي خلل فاضح ما فيه مين شاف في لاغاس ديال الكلب دونك سوا بور لو بيرجي سوا بهادي و دايور بور انفورماسيون الا بغيتو تعرفوا بلوس دو ديتاي غتدخلوا تشوفوا هاد الحلقه هادي فيها الجزء الاول والجزء الثاني غادي تقلبوا عليها في لاشين ها هي ليماج ديالها فيها كلشي داكوغ غندوزو السؤال الخامس واحد السؤال زويون واحد الصديق ديالي سولني واش تبديل ديال السنان عنده تاثير على الودنين عنده تاثير وفي هذيك الحلقه نيت اللي قلت لكم غادي تجبروا الجواب مي غروسو مودو حيت الكلب فاش كيكون كيبدل سنينات كيكون ان مونك دو كالسيوم علاش حيت الكلب فاش كيكون كيبدل سنانو كيطلب الكالسيوم بزاف باش يقدر يدفع ديك السنان يخرجهم و اون ميم طون الودنين التكوين ديالهم فيه الكالسيوم قلنا الكارلاج ولكن كاين قضيه فيها البروتين كاين القضيه فيها الكالسيوم فلهذا الجسم ديالو كيطلب الكالسيوم ومن هنا غنستنتجوا بان بزاف ديال الكليبات فاش كيدخلوا في المرحله انهم كيبدلوا ودنيهم كيطيحوا اون فيت فاش كيبغيو يبدلوا سنان كيطيحوا الودنين دونك ما تخاف حتى من شي حاجه عادي عاودي ريكوبيري طلع ودنك السؤال الاخير الكروكيت واش نعطي لكلبي الكروكيت سمحوا لي واحد السؤال اخر نسيتو هو زعما نجبروه واش نطيب العناق ولا لا لا خويا ما طيبش العناق عطيهم هكاك غسلهم مزيان واعطيهم الماكله البخف ما كيطيبش الكلب كياكل ماكله خضراء اللي قال لك طيب الكلبك انا كنتحداه باش ما بغى بالعلم بالتجربه باي حاجه الماكله
ما كطيبش. تفهمنا؟ دونك السؤال الاخر الكروكيت، شمن كروكيت نعطي للكلب ديالي؟ كيفاش الكروكيت نعطي للكلب ديالي؟ شمن كروكيت مهدي؟ شمن كروكيت نعطي لساشا؟ ساشا ملي جبتها بريسك دو موا هادي كلاس شي دو ولا 3 فوا الكروكيت في الحياه ديالها. انا لا اعتمد على الكروكيت داكوغ، و 90% دلي كروكيت اللي كيديروا في المارشي ماروكان يعني في السوق ديالنا اون جينيرال زبل. شوي ديزولي بور لو تيرم مي كتعطيو لكلابكم الزبل. شتي الزبل؟ كتعطيه الزبل وكتخلصوهم بدي بري غاليين داكوغ. واحد 10% اللي قليله اللي بقات دلي مارك، ما غنذكرش شي مارك انا، المهم مسائل هذيك اللي عندكم نتوما مشهوره راه زبل داكوغ. دونك كاينين دي مارك قليلين لي مزيانين داكوغ. دونك عطيو الكليبات ديالكم للبارف. ها هي الحلقه، شنو كتاكل ساشا بالضبط وكيفاش تبريباري الماكله ديالك وصالحه لاي كلب. اعطيها للكلب ديالك وغادي تلاحظ واحد الفرق خيالي. الكلب عباد الله راه ما كياكلش كروكيت، والكروكيت عامر غبر الروز والسميد والروينه الكحله والطحين الكلب ما تعطيهش كروكيت. وإلا بغيتي تعطي الكروكيت خود غير جوست بور لو ديباراج، وبور ديباراج خود ماركه مزيانه. اون فيت ماشي ماركه مزيانه، خصك تمشي تقلب على الكروكيت لي سون سيريال اولا فري سيريال ولا شي حاجه بحال هكا كيعيطولهم بلونجلي، ليهم اللي ما فيهمش سيريال. السيريال هما هادو بحال هادشي السيريال بحال التخربيق، هذا نسيت التلفات لينا العربيه سون سيريال، باش ما يبقاوش يفرعوا الكليبات ديالكم. تفهمنا؟ راه ما كاينش اون مارك اكزاكت اللي مزيانه، واخا تقول لي سبيسيال غوتوايل لاخ سبيسيال كاني كورسو سبيسيال بور لي شيان الكبار سبيسيال بور الزمر الكحل، راه سي دلا ميرد اللي كتعطيو الكليبات ديالكم. عطيوهم الباف، عطيوهم الماكله اللي لوجيك ليهم، وتهلاو في الكليبات ديالكم. راه العناق 5 دراهم للكيلو وما تما والو اصاحبي، وشهر كينقام عليك ب 150 درهم حتى 200 درهم الا كان الكلب كياكل فوق كيلو. غادي تزيد ليه شويه ديال الروز شويه ديال الخيزو والكلب الي هو طوب. هذاك الزبل ديال الكروكيت غتمشي تشريه بواحد 600 ولا 700 درهم وانت فرحان بانك شريتي شي حاجه، راك ما شريتي والو للكلب ديالك. كتعطيه ماكله غاليه باش تفرعو داكوغ. واللي كيتحداني في هذه القضيه نجبدو دي غوبورتاج مع دي فيترينير في فرانس في كلشي كيهضروا على هذه القضيه. اوكي حيد عليا الكروكيت، عطي الكلب ديالك البرف وتهلا في الكليب ديالك. خليت لكم الراحه الدراري، السلام عليكم.